السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف أصدقائي؟ معكم نايم من قناة نيمو. اليوم بدي أعرض لكم تحدي اليوم الحادي عشر أو الـ11 من تحديات الوينترفيس. ونبلش مع بعض التحدي. التحدي كالعادة نفتح الجوارب، نعمل فيزيت ليج، انا باقي لي هاي الهدية بفتحها وهي الهدية بفتحها وباخذ هون سكن بنت الماموس. نفتح مع بعض الهدية عشان نايس حلوة. نفتح الجايد التحدي أصدقائي هو إنه بدك تدمر السنومان اللي هو رجل تاج بعرضكم صورته حاليا. البيكاكس بده مجرد ما إنك تضربه بالبيكاكس ويتحول لكرة ثلجية، هيك أنت بتكون خلصت التحدي وأخذت هذا الكروك شوت السبراي. هيك بنكون وصلنا لنهاية مقطعنا اليوم أصدقائي. يا ريت إذا عجبكم الفيديو ما تنسى من اللايك والاشتراك، فعل زر الجرس عشان يوصلك كل تحديات السيزون 2 أول ما تبلش بشهر 1 إن شاء الله. وإذا كملت مقطع آخر شكرا وبرعاية الله.